تعالى نبدأ في حل المسألة ونحسب التيارات في الفروع بتاعتنا نتيجة وجود مصدر الجهد الأول اللي هو 120 فولت، وبنعمل شورت على مصادر الجهد الأخرى اللي هي 240 فولت وال 60 فولت. طبعا عشان أحسب التيارات الموجودة في الفروع نتيجة وجود مصدر الجهد 120 فولت، هي دايرة عادية خالص ماشي زي ما احنا شايفين كده. عملت شورت سيركت في هذا الفرع، وعملت شورت سيركت على مصدر الجهد الموجود في الفرع التالت ده، وبالتالي بدينا نحسب التيار اللي هيمر في I1-I2-I3- ترمز داش ديت الى مصدر الجهد الاول اللي هو 120 فولت. عشان احسب التيارات فانا بجيب المقاومة الكلية، اقسم مصدر الجهد عن المقاومة الكلية، وبالتالي احسب التيار الطرق الكلي اللي هيمشي في الدايرة، ومن ثم اقدر احسب باقي التيارات الموجودة عندي. عشان احسب المقاومة الكلية عندي 10 و20 و10، دول 3 مقاومات على التوالي، وبالتالي المقاومة الكلية بتاعتهم او المقاومة المكافئة بتاعتهم 40 ماشي، اللي هي R-10+20+10=40 اوم. الاربعين اوم هتكون توازي مع الاربعين اوم اللي هي بين النقطة A، اعتبر النقطة دي A والنقطة دي B، وبالتالي هجد 40 ومعها على التوازي 40، حصل ضربهم على حصل جمعهم، هلقى 40 ماشي في 40 على 40+40 هتديني 20 اوم. اصبح المقاومة المكافئة للاربع مقاومات ديت هي 20 متصلة على التوالي مع 15 و15 15 و15 30+20 وزائد 30 يبقى كام؟ 15 و15 30+30 ديت هتبقى 60+20 اللي هي المقاومة المكافئة تبقى 80، وبالتالي اصبحت الدائرة بتاعتنا 120 فولت مصدر جهد اهوت، ومعاه مقاومة على التوالي اللي هي 80 اوم اللي هي المقاومة المكافئة للمقاومات الموجودة في الدائرة، وبالتالي اقدر احسب التيار اللي هيطلع من مصدر الجهد اللي هو I1- عبارة عن مصدر الجهد او قيمة الجهد 120 على قيمة المقاومة المكافئة اللي هي 80، هيطلع لواحد وواحد ونص امبير. يبقى انا كده عرفت I1 ماشي، I1 هيبقى ماشي في المقاومة المكافئة اللي احنا قلنا عليها كان 20، وبالتالي اقدر احسب فرق الجهد بين النقطة A والنقطة B، 1.5 × 20 هيديني 30 فولت. 30 فولت لو قسمتها على الاربعين ديت هتديني كام؟ هتديني 75 من 100 امبير او 75 ملي امبير ماشي، او 750 ملي امبير خلاص. بالاضافة لذلك الاي 3 اللي هيبقى ماشي في الثلاث مقاومات دولة، قلنا الثلاث مقاومات دولة مكافئهم 40 والاربعين دولة موازية للاربعين اللي موجودة، وبالتالي اي 3 او اي داش 3 برضو نفس فرق الجهد اللي هو حسبناه 30 فولت على الاربعين هيديني 75 من 100 ملي امبير. يبقى اذا انا حسبت التيارات I1-I2-I3- الناتجة عن وجود مصدر الجهد 120 فولت. نفس الاجراء اللي انا عملته مع مصدر الجهد 120 فولت هعمله مع بقية المصادر، يعني هعمله مع مصدر الجهد 240 فولت، واعمل شورت على 120 وشورت على 60، واحسب برضو نفس الايه التيارات اللي هو I1-I2-I3- ماشي، يعني التيارات الناتجة عن وجود مصدر الجهد الثاني برضو بنفس الحسابات، هجد التلاتة دول توالي، التلاتة دول توالي، التلاتة دول او المكافئ للتلاتة دول مع التلاتة دول لقاهم توازي، توالي مع الاربعين برضو بنفس الحسابات، انا بحسب التيار اللي هو التيار الكلي I2-، مصدر الجهد عن المقاومة الكلية، وبعدين احسب التيار اللي ماشي هنا والتيار اللي ماشي هنا، هجد ان I1-طلع 1.5 امبير، I2-،
3.75 من 100 أمبير، I 3 دبل داش طلع 2.25 من 100 أمبير. طبعا خلي بالكم من الاتجاهات، الاتجاه هنا لأعلى، الاتجاه هنا لأعلى، الاتجاه هنا لأعلى، لكن أنا لو رحت المصدر الجهد اللي قبل كده هجد ان التيار I 1 لأسفل، I 2 لأعلى، I 3 لأسفل، وهكذا هنعرف ان ايه الاتجاهات دي هناخدها بالاعتبار عند حساب التيار اللي التيار الكلي. بنفس الطريقة هحسب التيارات الناتجة عن وجود مصدر الجهد 60، وبالتالي لازم اعمل شورت سيركت على بقية مصادر الجهد اللي هي 120 فولت وال 240 فولت. ماشي، طبعا بنفس الكيفية زي الاولانية بالظبط، بس من الناحية التانية، التلاتة دول توالي مع دي توازي، مع الاربعة هيكونوا توالي. حسبت التيار الكلي اقدر احسب الجهد بين النقطتين A و B، وبالتالي اقسمه على الاربعين، واقسمه برضو على المقاومة اللي هي برضو هتكون 15 15 30، اقسمه على 60، هيديني التيار I 1 تريبل داش او اللي هو الناتج عن عرفت التيار I 1 تريبل داش فاصل 3.375 من 1000 أمبير، I 2 تريبل داش فاصل 562 أمبير، I 3 تريبل داش كذا. طبعا عشان احسب التيارات الكلية اللي موجودة في كل فرع نتيجة وجود التلاتة مع بعض، انا بجمع اول لو ان التلاتة I 1 التلاتة في نفس الاتجاه، I 1 داش I 1 دبل داش I 1 تريبل داش 1.5 زائد 1.5 زائد كذا، هيديني هو ده التيار اللي بيمر في الفرع الاول نتيجة وجود التلات مصادر الجهد. نفس الكلام في I 2، نفس الكلام في I 3 وهكذا. طبعا بعض الناس كان ممكن تقول والله انا ممكن احل المسألة عن طريق اللوب اكويشن، عندي 2 لوب اهوت، ماشي، وبالتالي زي ما قلنا ان المسألة ممكن تحل ايضا باستخدام اللوب اكويشن لو لم يكن محدد لي نوع الطريقة اللي انا اعمل بها التحليل وهكذا.